عزيزي الدارس، الآن سوف نتكلم عن دور السياسة المالية في القضاء على اختلالات الاقتصاد الكلي. سنبدأ بتعريف طبيعة السياسة المالية. السياسة المالية تعرف على أنها مجمل السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والضرائب بهدف التأثير على الطلب الكلي، الإنفاق الكلي، والهدف الثاني هو تحقيق التوازن المرغوب للدخل من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للمجتمع. إذن نلاحظ من هذا التعريف أن السياسة المالية عبارة عن مجمل السياسات والإجراءات الحكومية. أدوات هذه الإجراءات والسياسات هي الإنفاق الحكومي والضرائب. هدف السياسة المالية التأثير على الطلب الكلي، والهدف الثاني هو تحقيق التوازن المرغوب للدخل من أجل أن نحقق هدف اجتماعي واقتصادي وهو تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للمجتمع. سمات وخصائص السياسات المالية. السمة الأولى للسياسة المالية أهداف اقتصادية واجتماعية. من هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أولا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن أبرز معالم هذا الهدف ومكافحة البطالة والتضخم. تحقيق توازن مرغوب للدخل، هذا التوازن يمكن من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومرغوب عند التشغيل الكامل والكفء لعناصر الإنتاج في المجتمع. البند الثالث تحقيق الاستقرار والعدل الاجتماعي بالتركيز على قضايا إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بحيث يستفيد من هذا النمو الاقتصادي جميع فئات وأفراد المجتمع. السمة الثانية من سمات وخصائص السياسة المالية أن الهدف الوسيط للسياسة المالية هو التأثير على عناصر الإنفاق الكلي، والتي تشتمل على الإنفاق الاستهلاكي C والإنفاق الاستثماري I0 والإنفاق الحكومي G0 وصافي الإنفاق الخارجي NX. وبمعنى آخر فإن الهدف الوسيط للسياسة المالية هو إدارة الطلب الكلي الفعلي لتحقيق المستوى المرغوب للطلب الكلي. ولذلك فإن الهدف الوسيط للسياسة المالية يتمثل في تحفيز الطلب الكلي في حالة قصوره، وتحجيمه أي تحجيم الطلب الكلي في حالة الفائض، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي. السمة الثالثة من سمات وخصائص السياسة المالية تشمل عنصرين أساسيين، هما الإنفاق الحكومي G0 ويشتمل على مشتريات الحكومة من السلع والخدمات الاستهلاكية، الإنفاق على السلع الاستثمارية، إنشاء البنى التحتية والفوقية للاقتصاد القومي، التحويلات والإعانات التي تقدمها الحكومة للأفراد ضمن سياسة إعادة توزيع الدخل. الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية هي الضرائب T0، وهي تشكل المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية في الدول المتقدمة، وتشمل على عدة أنواع من الضرائب، وهي الضرائب على الدخول الشخصية، الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت، ضرائب المبيعات، ضرائب على دخول الشركات وأرباحها، ضرائب التجارة الخارجية. السمة الرابعة من سمات وخصائص السياسة المالية هي إن أدوات السياسة المالية هي في الواقع تمثل أدوات الموازنة العامة للدولة، وذكرنا أن أدوات السياسة المالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب. ويمكن التعرف على اتجاه السياسة المالية من خلال فحص حالة الموازنة العامة للدولة. وللموازنة العامة للدولة ثلاث حالات، أو ما نسميها حالات الموازنة العامة. الحالة الأولى هي حالة العجز في الموازنة العامة، أي أن الإنفاق الحكومي يكون أكبر من الإيرادات العامة، أي أن الإنفاق الحكومي G0 أكبر من الضرائب T0. ولذلك نستنتج أن اتجاه السياسة المالية سيكون هو اتجاه توسعي، بمعنى أن إنفاق الحكومة أكبر من إيرادات الحكومة، أي أن الحكومة تهدف إلى تحفيز الطلب الفعلي للقضاء على الفجوة الركودية. الحالة الثانية من حالات الموازنة العامة هي حالة الفائض في الموازنة العامة، وفيها يكون الإنفاق الحكومي أقل من الإيرادات العامة، أي أقل من الضرائب، بمعنى G0 أقل من T0. لذلك نستنتج أن اتجاه السياسة المالية هو اتجاه انكماشي، الهدف منه تحجيم الطلب الكلي الفعلي لمعالجة الفجوة التضخمية. الحالة الثالثة من حالات الموازنة العامة هي حالة توازن الموازنة العامة،
وفيها يكون الإنفاق الحكومي يساوي الإيرادات الحكومية، أي أن التي زيرو الضرائب تساوي الجي زيرو الإنفاق الحكومي، على أن هدف تحقيق توازن الموازنة العامة قد لا يكون هو الهدف المرغوب، قد لا يكون هو الهدف المرغوب، لأن هذه الحالة تشير إلى أن دور الموازنة العامة هو دور حيادي، أي ليس لها دور في الحياة الاقتصادية. إذن دور الموازنة العامة هو دور حيادي ليس له علاقة بإدارة الطلب الكلي والتأثير على تقلباته، وهو ما يعني حياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.